نظمت فرق الأغلبية بمجلس النواب لقاءً دراسيًا حول القانون البنكي والبنوك التشاركية للإحاطة بهذا الموضوع الذي يعد نشاطًا أساسيًا في الحياة الاقتصادية نظرًا لأهميته في تمويل الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني. المغرب شرع في اعتماد التمويلات الجماعية منذ سنة 2007 عن طريق عدد من المنتوجات. الحكومة قدمت بالبرلمان مشروع قانون خاص بإصلاح القانون البنكي يقدم عدد من الإصلاحات للإطار التشريعي للبنوك المغربية، ومن بين المستجدات التي يحملها إمكانية خلق بنوك تشاركية ستقوم بتطوير وتسويق منتوجات التمويل الجماعي. دائما في إطار الأنشطة اللي كتنظمها فرق الأغلبية بمجلس النواب، بطبيعة الحال هذا الموضوع ديال الأبناك التشاركية والقانون البنكي هو واحد الموضوع مهم جدا الآن، وكيحتل واحد النقاش مهم في الساحة الاقتصادية المغربية. فرق الأغلبية ارتأت على أنها تنظم هذا اليوم الدراسي، استدعت له بطبيعة الحال الحكومة أولا ومجموعة من الخبراء والمهتمين بهذه المنتوجات الجديدة اللي ظهرت الآن في السوق العالمي اللي هي المسائل التشاركية والتمويلات البديلة. وبالإضافة إلى مناقشة وتحليل القانون البنكي المغربي والتطورات التي عرفها وتقييم حصيلة عمله، تميز هذا اللقاء بدراسة المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون محلل على مجلس النواب ومتعلق بمؤسسة الائتمان والبنوك التشاركية لمعرفة واقع النظام الاقتصادي والمالي بالمغرب.